متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بتسعيرة هجن الشحانية، نتابع وإياكم هذه السيارات في الفترة الصباحية والجوائز القيمة. هناك نتابع أيضا منافسات على 20 شوط في هذه الفترة الصباحية، نتابع وإياكم هذه الأسماء المنطلقة وهذه الشعارات، نستمتع مع هذه البكار المنطلقة في هذا الشوط الخامس. الشوط الخامس نتابع هنا في هذه اللحظات اندفاعة هذه البكار، والمقدمة هناك مع المركز الأول مثايل عرار بن شبيب بن عرار النعيمي على المركز الأول على المقدمة، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني هناك اللي قادمة بحور، بحور بشعارك يا مخوف، يا سلام من تألق وحقق ناموس مستحق وحقق فوز في هذا الشوط. نتابع وإياكم هنا شعار مخوف بدأ يغير على المقدمة والصدارة. المركز الثالث، المركز الثالث نتابع هناك القدوم مع سرابة المبارك بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري هناك مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع نتابع هناك اللي واصلة القادمة اللي شديدة ناصر بن سعيد بن عبد الله بن نورة المري على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس أبعاد، أبعاد لراشد بن محمد بن قران. الله يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، نستمتع نشاهد نتابع هذه الشعارات. الله يا هذا الشوط، ولكن مخوف. نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط وانطلاقة هناك شعارك يا مخوف مع بحور، بحور بحور الزعبي يا السلام، وهذا شعار نوادر من حققت الناموس قبل قليل. هذه بحور، ويعود لنا مخوف والواثق بمتابعة جنبا إلى جنب، بمتابعة شيقة، بمنافسة شريفة. يا السلام يا السلام، اندفع مع الصدارة. شاهدوا وتابعوا، تابعوا بحور. المركز الثاني هنا مثايل عرار بن شبيب بن عرار النعيمي. يلا يا أبو عرار يا السلام، أو يا أبو شبيب مندفعا مع مثايل. المركز الثالث نتابع القدوم والوصول من سرابة المبارك بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك القادمة أبعاد راشد بن محمد بن قران. أهل غياثي يا أبو محمد، أهل غياثي في المتابعة. يا السلام يا السلام. المركز الخامس نتابع ميعاد عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري مع المركز الخامس، ولكن بحور 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 تسير على خطى أختها. يا السلام على خطى نوادر مندفعة، وعشرة على عشرة. هناك متابعة، هناك متابعة من مخوف. من يقف خلف النجاح، من يقف خلف نجاح هذا الشعار بإبداعاته المستمرة بمتابعته هنا الحاضرة. ولكن المركز الثاني سرابة لمبارك بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري، أيضا بن قران قادم مع أبعاد راشد بن محمد بن قران. يا السلام يا راشد يا راشد، هناك مع المركز الثالث مقدما أبعاد. المركز الرابع بن عمارة مع ميعاد. هناك المركز الخامس، الله شوف الوصول، شوف الوصول من لمحة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة، ولكن الله الله يا مخوف يا الزعبي، اللي ما عنده سبوق يا الزعبي يموت حي، وإذا ولا ذكرى على الشاشة يبين. الله يا السلام يا بحور، بحور الإنجازات هناك في هذه اللحظات. ولكن شوف القدوم اللي واصلة هناك مياسة محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي اللي قادمة على المركز الثالث في هذه اللحظات. ولكن خلاص قفلت الشوط وداعا للجميع، وداعا إلى الناموس وإلى الفوز وإلى الانتصار. بحور النواميس، بحور النواميس هناك تشهد مخوف وتشهد إنجازاته، تشهد مخوف وتشهد إنجازاته. حمد بن عبد الله الزعبي سلام سلام
التحية والاحترام. هذا السبوق اللي تقوم راس وتنتهي راس، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الفوز والاندفاع. تهانينا لانتزاعها للسيارة النقدية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. هناك نشاهدها من حققت الناموس وانتزعت الشوط الخامس وسجلت النقطة الثانية لهذا الشعار على التوالي. المركز الثاني، المركز الثاني مياسة محمد بن عبد اللطيف الحمادي، المركز الثالث، المركز الثالث سرابة مبارك بن مسعود بن سعيد بن قطامي، المركز الرابع، المركز الرابع وصلت لمحة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الخامس، المركز الخامس أبعاد راشد بن محمد بن قران المنصوري. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي، شهدنا بحور. أيضا توقيتها 6 دقائق، 6 دقائق 6 ثواني 22 جزء من الثانية. تهانينا حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي على هذا الفوز والانتصار، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني مياسة 6 دقائق 9 ثواني و55 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي. المركز الثالث وصلت سرابة 6 دقائق 9 ثواني 92 جزء من الثانية، تهانينا لمبارك بن مسعود بن سعيد بن قطامي. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا المنطلق هو الشوط السادس.